احنا سعيدين وفخورين بهذا الحدث اليوم، الحدث رياضي عالمي اول مره يصير في ابو ظبي بمشاركه عدائين من جميع انحاء العالم، وما شاء الله مشاركه كبيره جدا من المجتمع، تقريبا فوق ال 12000 مشارك. حدث يقام لاول مره يضع ابو ظبي على خارطه الرياضه العالميه. في نفس الوقت احنا طبعا سعيدين جدا كونه يكون جزء من احتفالات الدوله باليوم الوطني، وكذلك احتفالات بعام زايد. هذا طبعا بالنسبه لنا احنا جزء من مساهماتنا العديده في المسؤوليه المجتمعيه لتعزيز النشاط الرياضي والصحي وتثقيف المجتمع، وابراز ايضا معالم ابو ظبي، تعزيز مكانتها. جزء من السباق بيمر باماكن مهمه مثل قصر الحصن، وهذا شيء يشرفنا وشيء احنا نفخر فيه المشاركه فيه.